لبنان بلد صغير كتير وما عنا نحن إمكانيات نستقبل كل هالعدد الكبير من اللاجئين. في أكثر من 50 أو 60% من العدد السكان الموجودين هن مش من اللبنانيين. وفق ليبانوستات في 1611 دائرة عقارية في لبنان كلهم فيهم نازحين سوريين. الشغيل سوري والتاجر سوري والبياع سوري والمستوري سوري والموري سوري. نحن انتهينا. نحن بس نطرين الموت يجينا. السوريين اللي بيشتغلوا معكم هن مش لاجئين؟ لا لا مش لاجئين. هني مواطنين واخدين اوراقهم من الامن العام. ايه اهلي بيعتبروا نازحين. اهلي بيقبضوا كل شهر. وجود السوري اكيد مأثر على الشعب اللبناني، عم ياكله من ضربه، الضاعه المدعومه عم ياخذها هو، الزيت كل شيء عم، وحتى العمال الشغل يعني بتلاقي انه بيوفروا بيجيبوا السوري بيوفر على اللبناني. اذا كان بيطلع له شيء مش حلال كذا كذا بيعمله. هلا هو لبناني يا سوري؟ لبناني. نحن عم نشغل السوريين. يا مون ديو يا مون ديو شو دقيقة بالتصوير. السوريين في لبنان بيقدروا يشتغلوا بثلاث قطاعات أساسية: القطاع البناء، قطاع الزراعة، وقطاع البيئة. بنفسه اللبناني بشتى الميادين، لانه عندهم مدخول من الامم او من الجمعيات الموجوده هون، كل شيء مأمن له وعم بيعطوه معاش، بمحل ثاني عم يشتغل، اذا اخذ اي شيء بياخده صار اكسسيف، صار زياده. بقى هالزياده هاي عم تخلي اللبناني بلا شغل. بيستفادوا بشو؟ يعني 10 سنين من بعد 10 سنين من الأزمة السورية أنت عندك طبقة إذا ما بدنا نطلع فيها بنظام قانوني وما بحق نطلع فيها سياسيا ولا دينيا لأنه هذا ما حيفيدنا، رح نطلع فيها بمنطق إنساني قانوني كلاجئين. أنا الشغيل اللي عندنا بالجبل ما بنقدر نعيش بلاهم سوريين، لأن نحن رجالنا موظفين ما بيقدروا يشتغلوا بقى بالأرض، بس وقت اسمعهم سرقوا محل أو قتلوا محل إيه لا بدي انقم عكلهم. بتعملي شعرات مش شعرات عالية. نحن ما عنا لاجئ، عنا نازح، لأن نحن ولبنان ما ماضي على اتفاقية اللجوء العالمية الدولة عنا. يوان السيارة عارفة إنه هو عم يشتغل، الدولة عارفة إنه هو عم يشتغل، فإنه مطنش الخبرية. بكل المخيمات صارت عشوائية أول شيء، أي شخص عنده أرض في أجر المخيمات ويستأجروا عنده، في يسرقوا كهرباء قبل ما يكونوا عندهم اشتراك وساعة كهرباء. وأهلا وسهلا بيكم على أرض على أرض الدولة اللبنانية. شو الأمم أعطوني كرت إلي والعيالي، يعطوني 400,000 مشان التدفئة، المواد الغذائية 800,000، يعني المجموع 1,200,000. البياعين سوريين واللي عم يشتروا سوريين، بتلاقيهم على البنك مصفوفين صف. هلا
عمرك؟ ما وصلت 14. 14؟ نعم نعم نعم. بعد بدك تعمل؟ لا وقفت المرأة. أول فئة على 100 احنا 10 مليون. في 250 أول شيء ماشية سواء 400 صار مليون و400. البطاقة الحمراء مستفزة للأشخاص وقت اللي بيشوفوا شخص بيشتري وآخر شيء بيعطيه بطاقة شوي بتطلع البطاقة بمليون ليرة والشخص عندنا مثلا موظف بيقدر يفوت لهوني أنا مليون ليرة يعني معاشي أنا كله هو سحبه وأخذ اللي بده إياه وسألته ملاني بالسوبر ماركت وماشي. It's actually less than 30% of all Syrian refugee families in Lebanon who receive monthly cash assistance from UNHCR. This is a very limited amount that does not cover even the most essential needs of refugee family. أنا عندي مساعدة تغذية من الأمم. يعني شو أنا عندي 9 أطفال. 9. مو واحد ولا اثنين، ما في إلا أنا لحالي يعني، ما في كلهم تحت العشر سنين. والسوري لازم ينقطع عنه المال، نحن لازم نوقف حده إنسانيا، فقط لا غير، مش إنه نعطيه مصاري وصفي نفس اللبناني. يلا، بيساعدونا الأمم من ناحية الطبابة مثلا، يعني بيشيلوا اسم منك مثلا، بيلاحقوك يعني حتى على المشفى بيلاحقوا ملفك إنه شو بده الطفل هذا، شو بده كذا، شو بده. I'm not saying we are advocating for all refugees to work, but of course they do need a source of income to survive because the support that they are getting is not enough to allow them to survive. بالنسبة لدوميني أنا بمجال الخياطة وتصميم الأزياء نحن فدونا يعني نحن عملنا تبادل خبرات والأحلى أنا بتجربتي أنا إنه هن إجوا عندهم هيدا الشغل السريع نحن عنا الشغل هيك على الإيد فهالتدامج عطتنا خبرة جديدة بالشغل عطتنا رؤية جديدة بالشغل طبعاً بتلاقي واحد لبناني و 99% سوريين على مشاي ولا معانا شيء ونحن البرغل مش لاحقينه نحن قاعدين بلا اكل وهن شبعانين نحن قاعدين بلا كهرباء عندهم طاقه شمسيه كهرباء بيطلع معنا تقريبا حوالي 30 35 وفي ناس بتقول 40 مليار دولار من الاكلاف المباشره والغير مباشره جراء وجود النازحين السوريين في لبنان منذ 2011 البنى التحتيه الاساسيه تبعتنا تاثرت يعني ما قلت لك السوريين 25% هن زاد عندي المصروف 25% وبالمقابل الدولة ما قدرت تعطينا شيء من بعد ما صارت الأزمة صرنا عم نفرض على الانجيوز الدوليين انه لقى في لبناني لازم يكون عم يتساعد والله المعيشة صعبة شوي بس نحن سوريين ما بخاف علينا وين ما رحنا نشتغل انا هون بلبنان من قبل ما تبلش الحرب بسوريا بنشتغل احنا هون بالمحل اجوا بناخذ اجرتنا وبناخذ شوي من الامم ماشي عايشين ماشي الحال بتعيننا منيح الامم صرنا 100 مره قايلين يا عمي اللاجئ السوري اذا راح على سوريا ورجع هذا بطل لاجئ اللاجئ يعني ما بيقدر يروح على بلده ويرجع النازح السوري بياخذ اللي بياخده بيطلع فيه على سوريا وبيرجع بيقولوا لي نازح لك يا اخي ما عم بيطلع صعب انه يفلوا من لبنان بسبب انه عم بيقبضوا مصاري هون هلا اذا بيدفعوا لهم المصاري هون بسوريا بصفوا بيقعدوا بسوريا الروح بالدم لفريق يا بشار الروح بالدم لفريق يا بشار نحن اليوم متوجهين الى السفاره العربيه السوريه في بيروت لنؤدي واجبا شرعيا ووطنيا اي مهجر هذا الشخص الذي انتخب تسقط عنه صفة المهجر والاستفادة من المساعدات اللي تقدمها الأمم المتحدة كانوا عم بيعرضوا العلامة السوري ونحن بدنا نعمل ونحن بدنا نشيل ونحن بدنا نحط وطلعت لي كل يوم بالعالي نسيت اني مرة نسيت انا لبنانية اختي اسمي لبنانية
جسمي ودمي ما حملني. بس نحن تقبرين نحن ما بنأذيهم ما بنأذيهم المهم نحن اواني ما بنأذيهم بدنا نعصون عشت لي ما بنأذيهم لك يا خي شو بدك هيدي كلمات هي كلمات لما كانوا يضربوكم ويخبطوكم ويحطوكم بصناديق السيارة شو كنتوا تعملوا؟ نحن بلبنان منقسمين سياسيا على بعضنا ناس بشرقستان وناس غربستان واحد اليوم واحد بكرة. حكيتك باسكال أعوذ بالله أنا بدي سوري بنسى الدباب اللي كانت عم تقصف علي من هونيك بنسى ربط بنتي على بطني وحطيت الشنغل ونزلت عن البلكون شو وجود السوري ضربوني الشباب بالحي ما نقلوني إذا بشوف واحد منكم هون مش لازم يجرعوا عم ليزر مش حال مع هن المطرح مع هن دارين ما بقى في شي رايد العالم كيف بتقولي لولد وامه وبيه رجعوا على ارض انه نحن ما بنعرف شو صاير ما عندك وجود فيها الاعلام هو مسيس ومحيز ما بنعرف وين عم بيصير الضرب يعني قانون اللجوء واضحه وقانون الرجعه واضحه ولا هي انه انتم حقكم ترجعوا بس نحن بنقلكم هل فيكم ترجعوا بسلامه باحترام بحريه بعدين اليوم في مشكلة كتير كبيرة اليوم شو بدك تعملي بهول السوريين يلي خلقوا بلبنان من 2011 لليوم 2021 عشر سنين شو بدك تعملي فيهم أغلبيتهم مش مسجلين تاجي حمودك هيسوي إشكال على أمه عندي سبع أولاد وهذا الثامن استعملنا سياسة النعامة Ostrich Policy رسنا رأسنا بالتراب ونأينا بنفسنا عن كل المتغيرات وعن إدارة هذا الملف وعن تنظيم هذا الملف ولكن للأسف هذا الموضوع برأينا هو غلط كبير عم ندفع ثمنه حاليا ليه بدي حمل اللاجئ السوري مسؤولية فشل المسؤول اللبناني وفشل تنسيقه مع الحكومة السورية ومع المسؤولين السوريين فإذا أنا اليوم المشكلة وأصلها هن النظام اللبناني والنظام السوري مش الشعب اللبناني والشعب السوري في هدف من إبقاء السوريين بلبنان وهذا الشيء هن عاملين حسابه من الأول مش أنا اخترت إجي على لبنان ولا جدي ولا حدا من المخيم هون أو بالفلسطينيين بلبنان اختاروا يجوا على لبنان كله بده يسعى وعم يسعى يرجع على فلسطين اتفاقية جنيف كتير هينة يعني هي لحماية الأشخاص الموجودين على البلد وإذا البلد ماضي اتفاقية جنيف يعني الملزم يعطيهم الجنسية بقى لبنان ما مضي هالاتفاقية بسبب الوجود الفلسطيني إذا اعتبر لاجئ يخسر حق العودة لفلسطين أنا فلسطيني لبناني أنا موليد لبنان، أنا معي بطاقة اللاجئين اللبناني الفلسطيني، ما شايفين البطاقة؟
جنسيتنا يلا ايوه يلا انت احكي يلا جنسيتنا فلسطينية سورية. احنا مسكان مخيم اليرموك والحمد لله كنا عايشين عيشة مرتاحين وسعيدين فيها الحمد لله وعندنا بيوت، ولكن القدر اجى علينا الايام وجينا هجرنا للبنان. يعني ما حلوه هيك عن جد من على الباب بس فنجان قهوه بالله امانه تفضلوا فوتوا لكم شوي. في كردي عراقي، في كردي سوري، في كردي تركي تركماني، في جنسيات سوريه اكراد موجودين كانوا بلبنان، بس انفتحت معركه اكراد بسوريا طلعوا يقاتلوا جماعه فلو. ينظرون على حال هذا الشعب العراقي اللي متواجد بلبنان. العراقي كان يجي بالطيارة مع باسبور سياحي عادي، وبعد فترة كانت تخلص فترة إقامته الشرعية بلبنان وتصبح إقامته مخالفة للقانون وهو عرضة للملاحقة القانونية. 2018 أعطوني إياها، وأنا جاي لبنان بتاريخ 7/5/2015. كان في فئة صغيرة من العراقية اللي عم بيجوا على لبنان، بس ما كان في مشكلة كبيرة معهم، وهدفهم ينتقلوا على بلد تاني، يعني لبنان كان بلد عبور لقلهم. يعني العراقي وقفوا له ملفه بتلفن انتظر المكالمة أو بيروح يراجع تليفون بإيده 24 ساعة، بيخاف لا يتلفن وما بيسمع المكالمة، يعني التليفون حارق دمه. هاي أنجيلا ولاما ولوند. بنشوف انه في صداقات تكونت، يعني نحن اوقات كثير لما حدا هيك صار له معنا فتره، خاصه بالشبيبه بالاخويه بالجوقه، بنعمله مثل حفله وداع يعني بس يجي سفر. ما بقبل انا يقولوا لي عراقيه او غير عراقيه اذا مش اذيتني، بس اذا اذيني بلا بدي اشملهم كلهم. عجل دولة كوما، يعني بتحسية مكبلة هالدولة كلها سوا، انه مش عم تتحرك بولا اي ملف. هالكم حرام عكم نصاب عكم الخ 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 تسألين عن الجنود السوري. برجع بقلك اذا بيرجع اللاجئ السوري على سوريا انا بلحقهم، بحمل اتوليتي بعمل استوديو هون ضني طالعة نازلة على حمص بلكي. ابن بلدي احق، واذا كان عمري هلأ 70 بصفي عمري 25 اذا فل السوري برجع بشبشي. بس ليكي طلعي لفوق ولي الله يصفي فيك.